بعد كده سؤال تاني بيقول لي ما المقصود بكل من المصطلحات التاريخية الآتية؟ الضباط الأحرار، الضباط الأحرار هو تنظيم سري نظمه جمال عبد الناصر للقضاء على الفساد والاستعمار البريطاني. ما المقصود بحركة عدم الانحياز؟ حركة عدم الانحياز هي عدم الانضمام إلى الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية. طيب سؤال تاني بيقول لي ما المقصود بالانتداب؟ الانتداب نظام شكل من أشكال الاستعمار، أو نظام من أشكال نظام وضعته عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، تجعل الدول التي كانت تواجه بريطانيا تحت سيطرة الدول المتقدمة للنهوض بها. اللجان الشعبية، اللجان الشعبية هي لجان وضعت من قبل الشعب المصري لحماية المنشآت العامة والخاصة من أعمال السلب والنهب والترويع. طيب ما المقصود بوعد بلفور؟ هو وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، هو وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. ما المقصود بالبرلمان؟ البرلمان هو السلطة النيابية التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد. الدستور هو الوثيقة الرسمية التي تتولى سلطات الحكم في الدولة. الدستور هو الوثيقة الرسمية التي تتولى سلطات الحكم في الدولة والمجالس الدستورية الأخرى. ما المقصود بالحياة النيابية؟ الحياة النيابية هو أن يقوم الشعب بانتخاب ممثلين عنه لإدارة شؤون البلاد ومراقبة أعمال الحكومة وسن القوانين. ما المقصود بمنظمات المجتمع المدني؟ منظمات المجتمع المدني هي منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية ونقابات عمالية. طيب لما اجي اتكلم بعد كده عن بعض الأسئلة المقالية اللي ممكن اتعرض اليها في امتحان نهاية العام، السؤال بيقول لي تكلم عن الانجازات الاجتماعية التي حققتها ثورة 23 يوليو 1952. طبعا الانجازات الاجتماعية كتيرة جدا. واحد مثلا قضاء الاقطاع عن طريق تحديد ملكية الارض الزراعية باصدار قانون اصلاح الزراعة 1952. اثنين مجانية التعليم قبل وبعد الجامعي. رقم ثلاثة انشاء بعض المراكز والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. اربعة ممكن نقول مشاركة العمال في الأرباح وإدارة المصانع والشركات، وإصدار قانون تحديد ساعات العمل. ممكن نقول برضو صدر دستور 1956 اللي بيقول حق المرأة في الانتخاب والترشح للمجالس النيابية، وده من ضمن الإنجازات الاجتماعية اللي حققتها ثورة 1952 في المجال الاجتماعي. طيب لما أجي أتكلم بعد كده عن سؤال مقالي بيقول لي تحية إلى شهداء ثورة 25 يناير 2011 ميلادي التي نجحت بتأييد من الجيش المصري، كما قامت ثورة 23 يوليو 1952 التي نجحت بتأييد الشعب المصري من خلال عبارة وضح عاملين من عوامل قيام ثورة 23 يوليو 1952. احنا مش هنقول عاملين، هنقول كل عوامل. العوامل التي أدت لقيام الثورة: واحد، استمرار الاحتلال البريطاني داخل مصر وتدخله في شؤون البلاد. رقم اثنين، فساد النظام الملكي. رقم ثلاثة، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. رقم اربعة، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. رقم خمسة، تدهور الأوضاع الاقتصادية. رقم ستة، سوء الأحوال الاجتماعية في مصر. طيب هدفين من أهداف ثورة 23 و 52، من ضمن الأهداف احنا بنقولهم كلهم برضو: واحد، القضاء على الاستعمار وأعوانه. اثنين، القضاء على الإقطاع. ثلاثة، القضاء على التدخل الأجنبي. طيب ايه كمان من ضمن الأهداف؟ إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة جيش وطني قوي. سؤال تاني من ضمن الأسئلة المقالية بيقول لي ماذا كان يحدث إذا لم يؤيد الجيش المصري ثورة 25 يناير 2011؟ إذا لم يؤيد الجيش المصري هذه الثورة، لم تنجح ثورة 25 يناير 2011 في تحقيق أهدافها أو الغرض الذي أقيمت من أجله. وضح بعض النتائج والدروس المستفادة من حرب أكتوبر 1973. عندي دروس مستفادة كتيرة: واحد، هدم أسس العقيدة القتالية. اثنين، تحطيم أسطورة الأمن الإسرائيلي الذي لا يقهر. رقم ثلاثة، أوضحت أهمية سلاح النفط بالضغط على الدول التي تساعد إسرائيل. رقم أربعة، أثرت هذه الحرب في العلاقات ما بين إسرائيل وبين الدول المحبة للسلام في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا. خمسة، زيادة ثقة المقاتل العربي في نفسه، وأنهت نظرية الأمن الإسرائيلي.
وأنهب نظرية اللا سلم واللا حرب بين مصر وإسرائيل. طيب، وضح المزايا التي حققتها مصر والعرب من السلام. مصر والعرب حققوا مزايا كثيرة، منها الاستقرار الداخلي، دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زيادة المشروعات البنية الأساسية، استثمارات الأجنبية وزيادة رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات الأجنبية، وإقامة العديد من المشروعات، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. طيب، وضح شروط معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979. من ضمن شروط معاهدة السلام انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، إنهاء الصراع ما بين والحرب بين مصر وإسرائيل، تنفيذ إسرائيل قرار رقم 242 لمجلس الأمن لعام 1967، إقامة علاقات ودية ما بين مصر وإسرائيل سواء كانت اقتصادية اجتماعية أو سياسية، إقامة مناطق محدودة السلاح، حرية الملاحة، وجود حكومة فلسطينية للشعب الفلسطيني. وكانت دي من أهم شروط معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. جاب سؤال بعديه على طول مشابه لشروط معاهدة السلام أو داخلة فيها شروط مشتركة، اللي هي اذكر قرارات مجلس الأمن رقم 242 لعام 67. هنلاقي فيها تشابه ولكن مختلفة في حاجة، اللي هي وجود قوة شعب فلسطيني أو وجود حكومة فلسطينية للشعب الفلسطيني. طيب، إيه هي قرارات مجلس الأمن رقم 242؟ واحد، إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، خروج إسرائيل من الأراضي المحتلة، حرية الملاحة، إقامة مناطق منزوعة السلاح، على إسرائيل إنها تنفذ هذه الإيه القرارات، ولكن إسرائيل امتنعت ووافقت مصر عليها. سؤال تاني بيقول لي تكلم عن الإنجاز العربي والدولي التي حققتها ثورة 23 يوليو 1952. الإنجاز العربي والدولي هتكلم فيه عن مجموعة نقاط. زي إيه؟ تعال نتكلم في الأول العربي. العربي زي إيه؟ الإنجاز العربي تمثلت إن مصر ساعدت العديد، أو الثورة ساعدت العديد من الدول العربية أن تنال استقلالها، زي تونس والجزائر والمغرب وبعض الدول الأفريقية زي كينيا. أما على المستوى العربي برضو هتكلم عن الوحدة، الدفاع المشترك ما بين مصر وسوريا سنة 1958، بالإضافة إن مصر طالبت لفلسطين إن يكون لها حكومة فلسطينية مستقلة. بالنسبة للإنجاز الدولي، شاركت مصر مع كل من الهند وغزلافيا في حركة تسمى حركة عدم الانحياز الكتلة الشرقية أو الغربية، بالإضافة إلى إنها كسرت احتكار السلاح بعقد صفقة الأسلحة الشرقية، وده كان سنة 1955. وضح تطور الحياة النيابية أثناء الاحتلال البريطاني لمصر. الحياة النيابية أثناء الاحتلال البريطاني لمصر مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى بدأت من 1882 اللي هي الاحتلال البريطاني لمصر حتى عام 1914 اللي هي قيام الحرب العالمية الأولى. من 1882 هقول في الفترة دي حصل في إيه؟ 1883 اتعمل حاجة اسمها مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، و1913 اتعملت حاجة اسمها الجمعية التشريعية. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، هي بدأت من 1923 إلى 1952. الفترة دي بنقول صدر دستور 1923، تعددت الأحزاب السياسية، بالإضافة اتعمل برلمان اتكون من مجلس نواب ومجلس شيوخ. طيب، من ضمن الأسئلة المقالية برضو اللي بتلم المنهج وبتراجعه لي كويس، تكلم عن دور المرأة في العمل الوطني بعد ثورة 23 و52. دور المرأة في العمل الوطني بعد الثورة 23 و52 دي مرت بمراحل كتير. هنبدأ من 1952 إلى 1971. من 1952 إلى 1971 دور المرأة فيها إيه؟ هنتكلم فيها عن تعينت أول وزير للشؤون الاجتماعية حكمة أبو زيد 1962 رقم 2، من حق المرأة في الترشح والانتخاب للمجالس النيابية رقم 3، مشاركة المرأة في النقابات العمالية. دي المرحلة الأولى. بعد كده من 1971 ل 1981، ما كل ده بعد الثوره، من 1971 ل 1981 عين السادات عائشه راتب وزير الشؤون الاجتماعيه، بالاضافه عينت رئيس اللجنه التشريعيه اسمها امال عثمان. اما من 1981 حتى الان فكان منها دور المراه في العمل الوطني. واحد، وجود المجلس القومي للمراه لمناقشه بعض مشكلات النساء رقم 2، اول رئيسه المحكمه، او نقول اول قاضيه في المحكمه الدستوريه العليا هي تهاني الجبالي 2003. بعد كده اول مأذونه امل سليمان عفيفي في 2008 مأذونه شرعيه البلاد، ثم اول عمده في احدى محافظات اسيوط اسمها ايفا هابي.
طيب بيقول لي بعد كده مرت الحياه الحزبيه بعد ثوره 23 و1952 بمراحل كثيره. وضح. الحياه الحزبيه بعد الثوره مرت بمراحل كثيره. اول مرحله اسمها مرحله التنظيم السياسي الواحد، ودي بدات من 1953 ل 1976، وحصل فيها حاجتين. اولا صدر حاجه اسمها الاتحاد الاشتراكي، تاني حاجه ان اتعملت ثلاث منابر الرأي ايام السادات، واللي حولها سنه 1976 الى ثلاث احزاب. المرحله الثانيه اسمها مرحله تعدد الاحزاب، ودي بدات من 1977 الى 1981. صدر فيها قانون تعدد الاحزاب 1977 اللي صدره السادات، بيقول فيه تتعدد الاحزاب بشرط ان الحزب لا يخالف الشريعه الاسلاميه، ان الحزب لا يكون على اساس طبقي او طائفي، ان الحزب يؤكد على الوحده الوطنيه. المرحله الثالثه اسمها مرحله تعدديه الحزبيه، ودي بدات من 1981 حتى 2011. كانوا كل الاحزاب كانت بتشمل 5 احزاب، تطورت ووصلت الى 24 حزب. طيب بيقول لي بعد كده سؤال، اخذت الحياه النيابيه بعد ثوره 23 و52 مراحل عديده. وضح ايه مراحل الحياه النيابيه بعد ثوره 23 يوليو 1952. الحياه النيابيه بعد ثوره 23 و52، 1 الغاء دستور 1923، حل الاحزاب السياسيه، صدر دستور 1956، اتعمل مجلس الامه اللي هو بيساوي في الوقت الحالي مجلس الشعب 1957، بالاضافه ان اتعمل دستور بعديه اسمه دستور 1971 اسمه الدستور الدائم اللي جه ايام السادات، لكن دستور 1956 ده كان ايام جمال عبد الناصر. الدستور الدائم 1971 ايام السادات بيؤكد على 3 حاجات: سياده القانون، استقلال القضاء، التعدديه الحزبيه. طب سؤال تاني بيقول لي، اذكر اهميه منظمات المجتمع المدني ودورها كمكمل للعمل الحكومي. من اهميه منظمات المجتمع المدني ودورها كمكمل للعمل الحكومي بنقول فيها الاتي. ايه اللي حصل فيها؟ بنقول فيها ان 1 ان المنظمات ديت بتثقف المواطنين بالانتخاب والترشح للمجالس النيابيه. 2 تعرف العلاقه بين المواطن والدوله. رقم 3 ان منظمات المجتمع المدني بتؤكد على الوحده الوطنيه، بالاضافه انها بترفض مع الحكومه بعض الافكار مثل الارهاب والتعصب والعنف وحظر الالغام الارضيه، بالاضافه انها تشجع على حمايه البيئه. طيب اذكر الاجراءات الداخليه والخارجيه التي قامت بها مصر قبل حرب 6 اكتوبر. الاجراءات الداخليه اللي هي اولا تدريب الجيش وتسليحه واصدار الدستور 1971، واجراء بعض الاجراءات زي الغاء الحراسات الخاصه والقيود، بالاضافه الى الغاء الرقابه من على الصحف. اما الاجراءات الخارجيه حاجتين: لتصفيه الخلافات مع الدول العربيه واستغلال الامكانيات والموارد المتاحه. سؤال تاني بيقول لي، لقد كانت المرأة لها دور كبير بعد ثورة 1919. طب بعد ثورة 19 هنقول فيها دور المرأة في ايه؟ اولا مشاركة المرأة بجانب الرجل في ثورة 1919، بالاضافة الى عينت رئيسة لجنة الوفد المركزية اسمها هدى شعراوي، بالاضافة الى التحاق المرأة بالجامعة جامعة القاهرة عام 1928. طيب وضح دور المرأة في العمل الوطني من 1980 حتى الآن. أنا جاوبت السؤال ده في السؤال اللي هو رقم 9 في الأول، بس نقوله تاني اللي هي 1 وجود المجلس القومي للمرأة، تهاني الجبالي أول قاضية، أمل سليمان عفيفي أول مأذونة، إيفا هبيل أول عمدة. وضح شكل الأحزاب السياسية بعد ثورة 1919. السؤال ده هنجاوب نقول إيه؟ شكل الأحزاب السياسية بعد ثورة 1919 كانت متعددة، كان منها حزب يسمى حزب الوفد، وحزب الاحرار الدستوريين، وحزب الهيئه السعيديه. ونقول ان ما كانش فيه استقرار سياسي بسبب الصدام ما بين حزب الوفد وبين القصر اللي هو الملك وبريطانيا. طيب سؤال تاني بيقول لي، وضح دور المراه في العمل الوطني قبل ثوره 1919. دور المراه في العمل الوطني قبل ثوره 1919 متمثله فيه، اولا اشار رفاعه الطهطاوي على الخديوي اسماعيل بانشاء اول مدرسه لتعليم البنات، وانشا المدرسه الثانيه سنه 1873. رقم 2 وجدت صحافة خاصة للنساء. رقم 3 انشأت جميلة حافظ اول مجلة اسمها مجلة الريحانة مناقشة مشكلات او الخاصة بامور النساء، ثم تحولت الى جريدة سنة 1908. طيب برضو اخر سؤال من ضمن الاسئلة المقالية واحنا جاوبناها قبل كده، بنقول مرت فترة قبل ثورة 19 بعدم استقرار سياسي دلل. هنقول بس بصيغة سؤال تاني، هنقول
بسبب الصراع ما بين الأحزاب والصدام ما بين حزب الوفد والقصر وبريطانيا. طيب وبكده أعزائي الطلبة نكون خلصنا الجزء الثالث بالنسبة للتاريخ. انتظروني إن شاء الله في جزء آخر من ضمن مراجعة الامتحان، ليلة الامتحان، ومع أهم الأسئلة اللي ممكن نتعرض ليها. وإلى اللقاء.